او لهم في اللوكيشن بتاعت الاولى اي حاجه خدي فرصتك. لا يعني اكيد مبسوطه جدا يعني. يمكن انا من اول ما بدات امثل وكان في دماغي امتى الاستاذ عادل هيطلبني في المسلسل بتاعه وبستناها بقالي 3 سنين حقيقي. كل سنه اقول خلاص السنه الجايه انا في مسلسل استاذ عادل السنه الجايه في مسلسل استاذ عادل احساس كنت ببقى حاسه كده. السنه دي بقى كنت خلاص يعني اللي هو خلاص بقى مش مركزه بقى خلاص بقى. بعدين فجاه لقيت كلمني الاستاذ سامي مرسي. كنت خلاص رايحه امضي كده كذا حاجه فقال لي وقفي كل حاجه هتعمليها لان الاستاذ طالبك في مسلسل. وساعتها رحت قابلت الاستاذ رامي امام استاذ يوسف معاذ وحكولي الدور وكلمت معاهم على الدور وخدت الورق. دول من اهم الادوار في المسلسل. دول برضه ان شاء الله تقولي مشاكل الاستاذ عادل امام هو كل اللي انا عايزه اوصل لمشاكل. اول مره قابلتيه يا بنتي؟ اول مره بقى وقعدتي معايا خضيت جدا الموضوع. قلت له استاذ عادل الموضوع موتر جدا يعني يعني الموضوع موتر جدا بس يعني بصراحه الاستاذ عادل هو عنده طريقه بيخطب بيها الناس بس هو من اعلى يعني اخلاقه عاليه جدا لان انا اول يوم تصوير لقيته جه وخبط عليا وانا كنت بجهز فقالوا لي استاذ عادل على البيت. فاتخضيت جدا ولبست هدومي حتى يعني بتاع بسرعه جدا وفتحت الباب فسلم عليا وقال لي مبروك اول يوم وسعيد بيكي. فحقيقي دي اخلاق فنان كبير جدا لان حد في حجم الاستاذ عادل يجي يسلم عليا ويخبط عليا ويقول لي مبروك. فدي ده بيبين يعني قد ايه ان الفنان لما يعني بيكبر بأخلاقه بأعماله وبطريقته زعيم حقيقي زعيم يعني. يعني هو أول يوم كان بيحاول قد إيه يبقى لطيف وما يوترنيش ويقول ما تقلقيش وما تتوتريش وأنا عارفة إن أنت أكيد متوترة لأن من أول يوم تصوير ليا كان مشهد معاك فالموضوع مع بعضه يعني أنا أول يوم عامة كنت متوترة ما بالك بقى كمان أستاذة في جوه الفريم فالموضوع يعني. كواليس بقى استاذه هيله مع استاذ عادل امام وانت قاعده لان اكيد بقى في كواليس ما لناش مع بعض ولا مشهد ولا مشهد ولا مشهد مع بعض بس دورها حلو قوي ومهم جدا 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 يعني هي بطله في العمل بكل المقاييس.